السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ يعني لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفلوق الجديد. واليوم مشقر ان شاء الله، والحراره كما تشوفوا السماء صافيه والحراره ديال بصح، عرفتي يا شقر عامره؟ طبعا مع التصبح ديال الحار تبارك الله عامره بالبشر وبقى الدنيا عاد كالعمار. المهم اللي النهار خليكم مع الفيديو، ان شاء الله بيكون واحد الفيديو مزيون بزاف هنا في شقار. انتم عارفوا شقار كتكون يعني في الصيف واعره بزاف. المهم تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر. حنا دابا انا عاد بالصاف، عاد شويه بالصاف. المهم انتم كتشوفوا اخوتي هنايا الحرارة. المهم ان شاء الله يا ربي نعمل لكم شي فيديو هنا يكون واعر واعر بزاف بزاف. المهم خليكم وتشوفوا الاجواء هنا، والناس اللي ماشي من طنجة واللي ما كيعرفش هاد البلايص مرحبا به هنا فيها. اقسم بالله الى احسن بلاصه تقدر تجي. اما البحر ما نقدرش نقول لكم، معود يا سلام بصح يعني بحر الدراري. شوف الخوت هذا البلاصه اللي كيعموا فيها الدراري، عرفتي كيف نيه صافيه ولا كلير المديال، عرفتي ولا الذهب الذهب. المهم نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. انا دابا غير من الفوق باقي ما هوتش البحر. المهم تنشوفوا الاجواء كيفاش كاينه، ويسخو النهار مزيان عنه البحر ان شاء الله يا ربي. شوف الماء كي داير شحال الصد البحر كيبان جا. هانتوما خوتي الاجواء القهوة هنايا، عرفتي؟ إيه في الهواء الطلق. هانتوما كتشوفو غير البولة هنا داير ديك الكيوسك هادي. المهم الشي عندهم هنا سانكسي راه معروفة أشقر بهاد هاد القهاوي هادا ما هنايا. الغابة الفوق، البحر تحت. هانتوما كتشوفوها الأجواء كيفاش عاملة هنايا، مقدرش نقول لكم الصراحة. لا أماكن هذا مخاطير يعني وداها، لأنو هنايا البلايص هذا صعابين بزاف، ودور اللي كيعوموا فيهم الدراري ممنوعين. مع العلم كاتبين لمن البلاك ممنوع العومان هنايا. البلاصة هادي صعيبة اللي كتشوفو تحت هاد الحجرة، صعيبة بزاف. عرفتي الما كيفاش كيمشي ويجي تما؟ إي دابا مكيبانش مزيان، البعد شي شوية مكيبانش، يقدر يجرك. كيعومو هاد مساخ الدراري ديال طنجة، خطر. جينا من ليه باتجاه ليه اللي كتشوفو من ليه، إيه بحر سينية نتوما كتشوفو. من الفوق كاينة الغابة. الغابة هنايا دابا النهار بدا يسخن الخطاي اصلا نمشي وكا شي عاوم. هذا المكان هذا خوتي عاوم فيها ما تشوفش. هنا داير ديك الجلالة ديال الجبال، ديك السبنيات، المنديل اللي بغيت تصور به من واحد السيد كامل مراه ما عندوش. المنظر بانورامي. ما تنساوش تخيو ديك اللايك، تفرج تفرج، ما تنساش تكليك لنا على ديك اللايك. والله الا الفيديوهات كنضرب عليهم تماره وهادي، ولكن في الاخر الفيديو ما كيجيبش المشاهده نهائيا. المهم هادشي ولا اليوتيوب ولا، المهم عندي غير هوايه، ولكن من الاحسن الانسان الى عمل واحد اللايك يعني كيشجع بها شي شويه، كيطلع الفيديو شي شويه يشوفوه الناس اخرين. المهم ما نساوش اخوتي، او ان شاء الله يا ربي كل سيمانه فلوق جوج فلوقات على ما قديت على حساب الخدمه وداكشي.
المهم نتوما كتشوفوا كنصور لكم غير الاماكن الواعره. دابا غنمشيو اللي هنا ديال اللي مليين اللي فيها كيعوموا ما كاينش الموج بزاف. ما نلقاو شي عومه ونتغداو تما ونكملوا بلاصه. شي عومه الخوت كما كتشوفوا هي هذه البلاصه اللي كنت نوريكم قبائل. الشاطئ راه كاين ليه، انا غير بوحدي تما نمشيش للشاطئ يعني وقعينا مع الحجار. انا هي ربما نمشينا تما ولكن ما نعومش تما، تما نعوم انا هو نايم. هاد البلاصه هادي عجبتني بزاف، الما ديالها صافي، ما عندو شي عومه مزيانه. نمشيو نتغداو. المهم خليكم تيسالي اخوتي، كاين واحد العومه واعره حق الله العظيم. الصراحه كان خاصني نصور يكون كنعوم ولكن ما عارفين يعني غير هنا غير بوحدي بوحديتي معايا حتى شي واحد، ما عارف على التليفون والهوايات وهادي عندي الصاك الهوايات ديالي وصلت كيف نعمل. عرفتي هذا الحجر عامر بالنار ولكن الماء باقيين باردين، عرفتي كطفطف بالبروديه ما تقدرش تكمل العوم في خاطرك، يعني العوم في خاطرك على خاطرك لا اللي كاين البرود. الله يعين هاد برد قصة. دابا كتشوف الحجار عامرين بالدراري، الدنيا عامرة ما شاء الله. الدنيا كش عامرة شوف، أنا هنا الصاك. دابا غنتغدى إن شاء الله يا ربي، غنكمل عاون زين نعمل شي عومة هنايا. شوف هاد الخوت هذا ديالي السر الشران مقلي الشلايه صافي. خليكم تتغدى ونكمل لكم في الارض على اجواء الخوت. عرفتي هاد الحجر إلا زلقت عليه خطيرة. أما الدنيا عامرة يا الخرطوم. حرف لا أنا الخوت أنتم شوفوا على كان والو السخانه باقي ما كاينش السخانه بزاف، الماء بارد بزاف ما تقدرش والله ما تقدر تعوم فيه. ادخل غير واحد شويه صافي كينكره لك البحر، ماشي ملي كيكون الماء سخون يعني كتدخل غير شويه كيجيك البرد بزاف. الحوايج وما ينشفوش عليك، الشورت ما كينشفش والله ما كينشف، كتخرج من البحر ما كينشفش.